أمنا يا عذراء يا أم المسيح، يلي فيكي دايما بيحلى المديح. أمنا يا عذراء يا أم المسيح، يلي فيكي دايما بيحلو المديح. قلوبنا بتحبك حب ملوش مثيل، عايزين نفضل جنبك ونقول تراتيل. قلوبنا بتحبك حب ملوش مثيل، عايزين نفضل جنبك ونقول تراتيل. أمنا يا عذراء يا أم المسيح، يلي فيكي دايما بيحلو المديح. بتسد احتياجنا يا جنة وتفيضي كمان، وفي زحمة حياتنا بتدينا الأمان. بتسد احتياجنا وتفيضي كمان، وفي زحمة حياتنا بتدينا الأمان. أمنا يا عذراء يا أم المسيح، يلي فيكي دايما بيحلو المديح. الله الله، ده يعني الصوت مش محتاج ولا مزيكا ولا محتاج أورج ولا أي حاجة. ربنا يخليك. مع احترامنا يعني بابلي. طبعا. هنرنم ترنيمة إيه بقى؟ يا سائح. يا سائح للقاء يسوع. اتفضل. سائح للقاء يسوع.
الله جميلة، عاش صوتك وجميل يا بافل، يعني هايل يعني. أنا مش عايز ضيع وقتكم، إحنا بقالنا يعني بقالنا تقريباً 10 دقايق، فيعني أنا مش عايز أتكلم في حاجة يعني، أنا عايزكم ترنموا، فنقول إيه تاني بقى بعد كده؟ نقول ثبت أنظارك فيه؟ اتفضلي. قول ثبت أنظارك. انت يعني بتروحي بقى الاماكن وبشوف حاجات كده، تجمعات كبيره، هل كل مكان بيحبوا ترانيم معينه ولا انت ترانيمك اللي انت بتحبي تقوليها بتقوليها في اي مكان؟ لا، هي 100% من كنيسنا الارثوذكسيه كلها يعني بتميل للتراث، وانا بحب التراث. بتحب ترانيم؟ هي ترانيم التراث اللي عايشه مع الناس. هي دي اللي مستمره وعايشه معانا. فدايما يعني بشتغل على الحته دي. تمام، احنا عندنا في ترنيمه مش ممكن يرتاح قلبك. ناس كتير بتحبها وبيقولوها في الاجتماعات، فلو ممكن نسمعها دلوقتي. تمام ماشي.
تعيشوا وتعملوا وتعيشوا وترنموا. تعيش ربنا ونورتونا الحقيقة. احنا أثناء التتر بقى نبقى نسمع برضو حاجة تانية، لكن لو في نهاية حوارنا حابة تقولي حاجة سنيور، حابة تشكري حد ساعدك، حد وقف جنبك، حابة تقول لنا طموحاتك إيه وأحلامك إيه في الفترة اللي جاية؟ اولا انا بشكركم طبعا على استضافتكم ودعوتكم ليا، دي حاجه كبيره قوي بالنسبه لي. يعني احنا اللي بنشكرك. برضو بشكر الكورالي، كورال صوت المعمدان اللي انا برضو بدات معاه وما زلت فيه برضو في المنيا. كورال صوت المعمدان في المنيا كنيسه ماري يوحنا. تمام. الحلم ايه بقى؟ حلم ان افضل اخدم ربنا لحد اخر نفس في عمري، بس ربنا كده. ربنا يديك العمر. ربنا يخليك. بافلي نورتنا. تعيش ربنا يخليك. تعيش. عايز تعمل ايه بقى في المستقبل بقى انت؟ انا يعني نفسي اكون زي عمر خيرت كده، يعني احب الف مزيكا و... تمام. انت بتالف مزيكا؟ انا احب الف. انت تحب مزيكا. تالف مزيكا. حلو قوي. طبعا الدراسه يعني مهمه جدا في الموضوع ده. ربنا معاك ويوفقك يا رب. واحنا اثناء التتر برضو حابين نسمع دلوقتي، ويبقى المخرجنا الجميل استاذ عادل ينزل لنا التتر. انا بشكركم جدا، نورتونا سنيوره فوزي وبافلي يونان، حقيقي نورتونا جدا. ونسمع اخر حاجه بقى معانا النهارده، انا جاي ومسنود على وعد. اتفضل. It is.